مجد خطار مغني وأستاذ غناء شرقي ومهندس موسيقي، مجد الأكاديمي حامل الدبلوم من المعهد الموسيقي وأستاذ الغناء الشرقي بأكثر من معهد، حامل اختصاص بالهندسة الموسيقية اللي غنى بمسارح أبو ظبي ودبي والميوزيك هول بالإمارات وببيروت، واللي بيهوى التمثيل والرياضة. برصيده أغنيته الرسمية الأولى يلي هي تحت عنوان من حلاوتها وأكثر من كوفر، ويضاهي من حيث الأداء والغناء الأصيل. أهلا وسهلا فيك وشرفتنا لليوم. مجد، البداية طبعاً من جديدك من حلاوتها. اولا ليش باللهجه المصريه، مع انه حبيناها ومنحبها ومنحب اللهجه وما في مشكل ابدا، بس كانطلاقه هذا السؤال كلمات والحان مين كثير انسالت كثير انسال السؤال. هلا هي بالصدفه، ما في تظبيط كان للغنيه، حابب اعمل غنيه وصلت لي يعني بالصدفه، حسيتها لذيذه مهضومه بتفوت على القلب. وبالإجمال الكلام المصري بحسه أهين يعني عدينة خفيف. هيك خفيف دائما، خصوصاً إذا فيه شوية غزل وهيك قصص بحسه أهين طبعاً. فهيك تحمست على الغنية، قلت أنا خلينا نجربها لو كانت أول غنية يعني. كيف أصداء الأغنية لهلأ مجد علي؟ كان يا ترى مثلاً عم تدعمها متركاج؟ هي الدعمة كلنا بنعرف أنه هي المشكلة الدعمة عند الفنانين، يعني بدك شركة إنتاج وهلأ الأوضاع غير قبل يعني. كان شوية صعب قصة الدعم، بس أنا يعني همي كان أنه أعمل غنية ما حدا ينتقد أو يقول لي منا حلوة أو يعني يكون علي انتقادات مش حلوة لألي أنا. بالإجمال كل اللي سمعها حبة، لقاها مهضومة، هيدا يعني هيدا الشيء اللي كان أنا بدي إياه يوصل للناس يعني. إن شاء الله الغنية اللي وراها يكون غير. قد إيه صار لك طرحة؟ إلا شيء 5-6 أشهر تقريبا. يعني بفهم من حديثك انه ما اخذت الضج اللي انت كنت. لا اكيد ما اخذتها. اوكي. هي قصه دعم. قصه دعم بس انت مقتنع فيها وحببها 100%. نحن حبيناها. نحن كمان. كلمات والحان مين هالاغنيه؟ كلمات الشاعر رؤوف رأفت من مصر، والحان رامي نجم، شاب كمان موهوب مثله يعني، منه مشهور بس انه حدا موهوب. حلو التعاون يمكن مع شباب جديدة، أسامي جديدة، يمكن بيعطوا كمان نكهة جديدة للأغنية. أكيد أكيد. لا في ناس كتير موهوبة ويمكن أشطر من الموجودين، بس أنه ما عم ينفتح له المجال ينشهروا أو يوصلوا، لأنه دائما بكل شغلة بيكون في ناس خلص اليوم ترند هيدا الشخص. تمشي بصير في ناس عم تحترق على جنب يعني، ما عم تقدر تفوت بالمجال لانه في حدا خلص مسيطر يعني. ما بعمره كان في ترندز. بما انه عم نحكي عن الترندز اليوم، جربت تدعمها للاغنيه على السوشيال ميديا مثلا تيك توك يوتيوب هولي فور فري؟ جربت كمان، بس كمان نحن يعني اليوم كمان بوقت الترندات عم تكون غريبه يعني، ما عم نعرف شو الترند اللي عم يطلع الحلو اللي عم يوصل للناس اكثر. ايام شغله انا يمكن ما بسمعها بحياتي او بس تطلع ترند. يعني ترند هي، وحتى الغنية هي اليوم شيء مخبى يعني، ما في ملحن ما في كاتب بيقول لك هالغنية هي خلص ضاربة. بيعملوا أغاني كتير مرتبة وكتير حلوة وحتى فنانين مشهورين ما بتوصل، بينما بيطلع شخص عادي غنيته ما حدا معروف وبتعمل ترند وبتوصل. يعني بهذا الزمن إذا بنحكي كسوشيال ميديا، هلأ أنا جربت سوشيال ميديا ونزلوا وكذا كمان ما عملت هيدا ردة فعل قوية يعني. طب الأغاني اللي اخترتها تنزلها بصوتك كوفرز قد ايه عملت؟ كمان نفس الشيء، أنا يعني بسمع الانتقاد يعني، أنا بيهمني إذا حدا انتقد أو لا. بالإجمال كل شيء بعمله حسب مين هالحدا؟ أكيد. أكيد طبعاً. أكيد يعني، بس إنه اليوم إذا عندك 95% من الناس قالت لك شيء حلو بجنن برافو كذا، إنه انت بتعتبر حالك جمهور عم تحكي مجد، لانه بهمك توصل للجمهور. أكيد. بس من اهل الاختصاص اكيد حيبعدوا عنك لانه يعني شهاداتك. اكيد اكيد. لا هن كأهل الاختصاص نحكي موسيقى يعني، ما بنحكي شو بحبوا او لا. لانه باهل الاختصاص في ناس ما بتحب يمكن الاغاني الجديده يعني، حسب انا اختصاصي غنى شرقي وعود يعني، راسنا غير محل اذا بنقول نحن كاشخاص بالدراسه كدراسه. هلا في منهم بعضهم براسهم انه نحن هونيك،
ما بده شيء جديد، ما بده يتسمع على شيء جديد. يمكن بهذه الشغله انتقدوني انه انت كان لازم تعمل مثلا شيء اصعب، شيء غنيه تغني شيء يكون يعطيك انت كاستاذ او كحدا تعب بوقت معين بالدراسه. آه. انت شو بتحب مجد كاختصاص؟ يعني هون عم نحكي كموسيقى كاختصاص. نعم كاختصاصي بالموسيقى. نعم انا شو ما كان بالاغاني في غنية تكون رايقه صغيره خفيفه يمكن حبها، مش ضروري يكون شيء صعب، شيء فيه مغنى مثلا فور اكزامبل. اه اذا لا هلا اذا بدنا نبلش بالغنى رح نقول شيء لست فيروز. ايه قول اللي بدك اياه. يلا بس سمع. انا موعدنا بكرة، شو تأخر بكرة أقولك مش جاي حبيبي، عم شوفك بالساعة بتكات الساعة من المدى جاي حبيبي، يا دنيا شدي ياسمين عاللي تلاقوا مش عارفين من مين خايفين، من مين سألتك حبيبي لوين رايحين، خلينا وتسبقنا سنين، سألتك حبيبي لوين رايحين، خلينا وتسبقنا سنين، إذا كنا طول التقينا طول لايش من التلفات خايفين. الله 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 الله. يعني أنا شايفتك مجد على آلة العود، وأنت أكاديمي وموسيقي ودارس هندسة بالموسيقى. بس نحكي هندسة الموسيقى أول شيء، شو تعريفها للهندسة بالموسيقى؟ شو هي هندسة؟ وعلى كم آلة بتعزف غير آلة العود؟ على كم آلة؟ هلا الاختصاص الأساسي هو العود، يعني هو الكاب إذا بدي أحكي بروفيشنال هو العود. في كذا شغلة بدق على بيانو أساس، بس أنه منا فايد فيها للآخر. كهندسة صوت برأيي هي كفنان عم بحكي هي الأساس للسهرات. يعني اليوم إذا الصوت منه حلو أقوى فنان يمكن خلص بينفقس، ما بينبسط، الموسيقية ما بينبسطوا. صحيح. وهيدا بنشوفها بكثير حفلات، يعني من اهم الفنانين بيطلعوا بتلاقيه معصب انه خلص ما انه مبسوط بالصوت، ما عم يسمع صح. هيدا بتأدي انه حفلته بتخسر، ما بيكون يعني ما بينجح فيها. الناس حتى بتنتقد، يعني في اشخاص انا بكذا حفله بينتقدوا فنان بيكون كثير مهم، ما عمل شيء اليوم ما حبيناه، بتكون سبب هي هندسه الصوت. فكثير اساسيه هندسه الصوت يعني للي بيغنوا. يعني قد ايه فيها دقة واحد ما بيكون ملاحظها؟ أكيد يعني بأمور أكيد صغيرة. أكيد. وهي بتعطي مود الحلو للي بيغني وللموسيقى، يعني نفس الشيء إذا بيحكي موسيقية الموسيقية واللي بيغنوا، إذا كان الصوت حلو خلص بده يسلطن، يعني ما فيش مجال. يعني بده ينبسط. أنا بدي أرجع لقصة الكوفرز معك مجد. معروف عنك مسجل لننسي، لزياد برجي. صح. زياد برجي خاصة ما عطلت هم إنه ما بعرف هيك بأي طريقة. هلأ معروف عنك، يعني صار واضح كل شيء قدامنا. زياد برجي كمان يعني ملحن. أكيد. وإحساسه رائع. قدي كانت ريسكي بالنسبة لك أنه تأدي له أغنيته؟ شوفي بقصص معينة، هلأ أنا لأني واثق من حالي بقصة الغنى، بيستفزني الشخص إذا كان شاطر. يعني إذا عم بعمل أنا شيء لحدا كفر، إذا كان هو عنده قصص حلوة أنا بستفز، لأنه دائماً إذا بدي غني لحدا بغني ستيلي. يعني إذا حدا بيسمعني ولا ممكن يقول لك مثل هيدا عم بغني طبعاً نفس غنيته، غنيها نفس الشيء. دائماً بعطي انطباع أنه
حلو الغنية معه بس ما عم بقلده. بنبسط دائما عم بتغنيها بصوت اعلى من صوت الفنان خلينا نقول. لا مش ضروري، مش ضروري حسب الغنية، حسب الغنية. لا في في اصوات، هي طبقات الفنانين، في عندك اصوات عالية بس انا عم بحكي عن ما بقدر ما بقدر غني نفس الطبقة تحديدا، يعني يلي هن طبقتهم شوي. نانسي عجب اذا ما نحكي موسيقيا هي بنت، يعني دائما طبقة البنت والشاب تختلف، ما بيكونوا حد بعضهم، ما انا نفس الطبقة يعني. دائما بتختلف يعني، فبالاجمال غنية بتبين مع البنت شيء ومع الشاب شيء اذا عم يغنوا اثنيناتهم. هلا الشغل الثاني اذا شاب عم يغني لشاب، هون رح تختلف شوي حسب توناليتي الصوت، اذا كان صوته عالي تينور او صوته باس، بده ياخذ الطبقه حسب هو صوته وين ببين حلاوته يعني. سمعك زياد بانا وياك؟ اكيد. سؤال، قال لك شيء؟ وصل لك شيء منه؟ لا. صوتك حلو وانت حدا هيك شفاف خلينا نقول وداون تو ايرث. بدي اعرف منك، غير انك سجلت كفرز لنانسي عجرم ولزياد برجي كمان لنصيف زيتون، صح؟ اي اغنيه؟ رابع مره. اوكي، رابع مره كانت اخر شيء. كيف كانت اصداقها؟ برجع بقول نفس الحديث يعني، انا يعني ما عم بيعملوا ترند اذا بدي اقول ككفرز، بس عم بيكونوا اللي بيسمع ما في انتقاد يعني، بحب وبيسمع وبيقول لي انه طالع معك، يمكن في ناس تقول لي طالع معك احلى على ستيلك على هاي بالاجمال يعني ككفرز ما بهم، المهم انت تكون راضي. انا اكيد انا اللي عم بتقدمه اكيد. اكيد انت منتسب كمان لنقابه محترفي الموسيقى والغناء، صح؟ كيف توصف هالتجربه مجد؟ هلا كل فنان لازم يكون في نقابه وراه، خصوصا بلبنان يعني، لانه شوي يعني بنعرف بكل شيء في الامور منا واضحه يعني، خصوصا بالموسيقى اليوم، مين ما بده بيغني ومين ما بده بيطلع على مسرح وشو ما بده بيقول يعني. يعني هلا هدفنا من النقابه نوصل لمحل نقدر نضبط هالقصص اللي صايره يعني. يلي بس خفت هيدي الموجة شوي خلينا نقول مجد عن قبل، يعني من 10 سنين أو 7-8 سنين لورا كان في كتير دخلاء على كل فترة. اليوم هلا كل فترة عندك رجع تزبط الوضع ستيل. كل فترة عندك ستيل دخيل يعني عندك 4-5 سنين في تراند معين عم بيمشي، نحن اللي بيغنوا بزيحة جنب كأنه بيصيروا هديك المشين بيرجعوا بيروحوا شوي بيطلع شي جديد. عطول عنا شيء جديد يعني، شيء غريب وعم بيكون شوية مزعج يعني اذا بدي اقول. اكيد لا ومزعج للدينه يعني. اول شيء صح ومزعج للثقافه طبعا الفنية. الثقافه هي طبعاً. هي الاساس انا برايي يعني. أكيد. هي من الاساسيات المجتمع يعني، اذا بدنا نحكي الموسيقى لمجتمعاتنا هي صحيح، هن بس يفوتوا على الموسيقى وينزعوها يعني عم ينزعوا مجتمع برايي طبعا، خصوصا نحن مين عنا قبل يعني الاساس اللي طبعًا. بحياتنا اللي قطعوا من زمان يعني الرحابنه وست فيروز الرحاب. إيه؟ الكبار بركات منحن بركات ملحم وديع الصافي اسامي يعني حرام يعني كانه واحد عم بيأذيهم انا برايي بهالفن اللي هلا عم بيطلع يعني. مجد خطار انبسطنا كثير فيك وبدنا نقول لك كمان مره موفق يا رب بكل خطواتك، بدنا ننهي معك غناء. جرح ونبر مشى عيني عين كلامهم مسينا سالونا نبقى مين مين قدمنا نفسنا قلنا احنا اللي القمر يا قمر معرفش يذلنا الناس طلعوا القمر وقمرنا نزلنا سيدي انت الحب نعمة جاي قلنا من السماء مع احلى نسمة للناس المغرمة للناس المغرمة دوار الحب تلقى في وجود الدنيا
قلبي باب حيشكي الحب شكوى قول احنا اللي القمر يا قمر معرفش يذلنا الناس طلعوا القمر وقمرنا نزلنا للاشتراك زوروا موقعنا alphatv.com أو اتصلوا على الأرقام التالية. ألفا قنوات الأسرة العربية.